برعاية زين، سامسونج، بيبسي، فاين بيبي، سواتش، تروبيكانا. عندي لكم سؤال، تعرفوا شو يعني؟ راتيما رجائي بسرعة اصحى، علقينا باب العوارة في شقة للأجار، إذا بتمرق نادرة وصالح حلا ناكل هوا. مزبوط مزبوط. لا 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 أساس بزمش الأساس ولا يكون لي فكر. أوكي حبيبي يلا باي. في ناس بيشكلوا لك رعب في الدنيا، أنا بالنسبة إلي صالح ونادرة عاملين لي فيلم رعب، مش لإشي يعني، بس هم هيك مش ناس لطيفين. أنا مستعد أدفع ثلاث أرباع راتب تيمة إن وجد وما يسكنوا. شو بتعمل؟ ولا شو بدي اسوي؟ عمو انت حرامي؟ حرامي يلا يلا طير طير يلا يلا انت ويا يلا. رجائي. ايوه يا باشا، العملية تمت بنجاح والمكان كله محاصر. ممتاز. وافرك بالكنبايه انها تنضف، مش راضي تنضف، قلت رجائي بدنا نكبها. خلص انت مش عارفه انه انتوا العيله بصراحه هدول الجماعه، يعني حظك. قلت له بدنا نكبها خلص. صباح الخير. صباح النور. اهلا كيفك؟ الحمد لله. كيف امسيه؟ تمام تمام. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيفكم؟ الحمد لله. كثير حلو قميصك. اه شكرا. زي تبعك؟ اه جد؟ اه والبنطلون كمان نفسه كمان. انت هلا دومتي؟ اه تاخرتي. ليتي مين؟ من لي؟ بس نخدمك. اسمعي، مرقنا قدام بيتكم اليوم ولقينا في شقة للأجار. مستحيل. لا لا, لا يعني مش قصدي، بس قصدي انه تأجرت. انا بعرف انه تأجرت. انا لا 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 شفنا اعلان هلا. يعني هلا هلا؟ اه قبل قد ايه يعني؟ بالصبح حتى الشغل. طب دقيقة هلا برجع. Thank you.
رجائي كيف قلت لي انه تمت المهمه؟ المهمه ما تمت هلا. بتقول لي نادي لانهم مرقوا وجابوا لنا الاغاني. حبيبتي مستحيل، انا شلتها بايدي. طب خليك معي خليك معي. هو اي ساعه بالضبط انت مرقتي تقريبا؟ يعني ربع ساعه. 15 دقيقه. ربع ساعه. تمام رجائي، مارقين قبل ربع ساعة بالضبط. بليز 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 قيمها هلا. طيب يلا يلا هسا بنزل شوف شو القصة. بعدين ما الموضوع. هلا حكيت مع رجائي بيقول لي الشقة تأجرت. عن جد تضايقت. لا عن جد عاد كنت كثير جعبانه نكون جارات. صح بنزبط نكون جارات. بتزبط تكون جارات، بتلبس نفس القمصان هيك. يا ريت. عن جد بصير نلبس من بعض وهيك. يا الله. مسكتك انت وياه، بتفسد علي ولكم بتفسدوا علي؟ طب عمو لا تدفش له. ما تدفشش. طب ماشي هات الشيبس يلا طير من هون يلا. يلا يلا زبح يلا. عمارتي. 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 لا عمارتي اللي خلفك ما هي صح؟ بعدين معك يا استاذ رجائي. كل معلق اليافطة هتشيلها، صاحب الشقة لو جه ما جهاش متعلق هيرفدني. انت ما فهمش حاجه واصل. خد كل شيبس وهات هذا. انت ما فهمش حاجه واصل. تعال تعال معي تعال. انا هفهمك. المطاريد فين؟ الجبل. يا هريدي يا هريدي افهمني افهمني. في ناس حتيجي تسكن في العماره، لو الناس هي ساكنه هون كل سكان العماره حتهج. ما بيزبط يا استاذ رجائي ما بيزبط. ايه هو اللي ما بيزبط يا عريدي. الجيران هيزعلوا مني وصاحب الشقه ممكن يمشيني. تمام، ما هي برضه الناس ديت لو اجت سكنت هون يا عريدي صاحب العماره حيمشي كل العماره. انا اللي ملاحظته انه انتم مجموعه هواة ما بتعرفوا تشتغلوا. انا مش عارفه شو المدير القديم كان يشتغل معاكم. انا هلا المديره. الكلاينتس كثير بحبوا يتعاملوا معي لانه دائما بعطيهم احسن. أحسن إشي موجود بالسوق. الشركات هيك بتخانقوا علي بضلهم مع مين بدهم يعني أشتغل، بس أنا دائما بنقي الشركة الأفضل لأنه بالنهاية هاي سمعتي أنا. صح من الدخان من الدخان يا جماعة. زي ما حكيت لكم هدول اللي اسمهم صالح ونادر أنا بعرفهم ومجربهم. بعرفهم ومجربهم. خطر على هاي العمارة كلها. خطر خطر. مثلاً أنت يا هريدي ترضى حدا يعاملك معاملة شغال؟ لا سمح الله طبعاً. مع أنك أنت حارس حارس قد الدنيا. حقنا لما شفتك امبارح بتأرق القشعر بدني حارس. لا أقبل كلا البتة. ولا وممكن ما يدفع الكاش كمان أجرة الشهر. مثلاً الأخت هون أم عمر ترضى أن ابنهم يلعب مع ابنك؟ ابنهم ابنهم من كثر ما عنده اسهال لونه بني الولد. عمري ما شفته الا مسهول. والاخت مثلا شو اسمك انت؟ انا بياتريس من اسبانيا بس اتكلم بالعربيه. مزه مزه. يا اخت بياتروس. بياتريس. ما علينا. بترضي انه هذا الزلم يصير يطلع بكره جوزك طلعات مش ولا بد بنصاص الليالي؟ والله اعلم الله اعلم وين بروحوا. انا ما بحط بذمتي. طلعها بطن. ولا انا ايضا. لذلك يا جماعة علينا أن نتكاتف للقضاء على هذه الظاهرة اللي اسمها صالح ونادرة، لأنه أنا بعرفهم ومجربهم والموضوع بيرجع لكم. شو قلتوا؟ نعم. خلاصة الاجتماع انكم فريق ما بيعرف يشتغل وانكم مش بروفيشنال، وانا ما بقدر اخاطر بسمعتي لانه سمعتي كثير منيحة بالسوق. فلو سمحتوا كل واحد يعرف بالضبط شو شغله وكل واحد تسليني كتير مدام هيك.
تفضلي مدام تيما، قدمي لنا البرزنتيشن اللي لازم تعمليها. بس انا مش محاضره. مش مشكلتي حبيبتي، تفضلي وقفي هون وقدمي البرزنتيشن. قوم قاعد ستك يا جنى. احنا لهاي السنه عنا برنامجين كتير، ثلاث برامج كتير مهمين. شهر سبعة. سوري بعتذر، انا اسفة. فوين كنا؟ بشهر سبعة في عنا، شكرا ضروري، انا كتير بعتذر. لا انا بقول ردي. شكرا شكرا كتير. برجائي رجائي احمد. تيما حبي، وين الحبق؟ البهارات بشكل عام وين؟ ايش؟ بهارات؟ شفتي وين خزانة، وين المايكروويف؟ مش في خزانة تحته؟ بهاي الخزانة. طبعا عندنا حبق؟ اوكي رجائي خلص، بكفي تحكي معي يلا بقى. ما علينا. يفرغ جوف الشبوط وينظف بصورة جيدة، ثم يبدأ بحشوه. شكرا. فوين كنا؟ كنا عم نحكي عن خلص يلا كل واحد فيكم على مكتبه، يلا قوموا قوموا بلا مسخره بلا حكي فاضي. ديما الحقيني انا على المكتب. دجاج الرز في القدر، نعم. جزرتين لفته واحده كراثه، قطعه واحده من الروتا، باغا ورق كرفس، صدر دجاج وملح. الملح هيو، بس صدر الدجاج عاد وين؟ صورة مسألة تيمة. إذا مو قادر تتحملي مسؤولية الشغل الجديد، أنا بسهولة بقدر أرجعك لشغلك القديم. بس سوري تيمة، أنا زهقت منك ومن قصصك. يا سوري بس شكله كتير ضروري. أعرف شوي تيما، صدر الدجاجة وين بالضبط؟ نارينا. سوري بس كان موضوع مهم. يعني مجنونة انتي؟ ما انا سامعة صدر دجاجة وما صدر دجاجة. اهلا ديار، لماذا هكذا شكلك؟ لقد أحب أن أريد أفعل المفاجأة لزوجتي، لكن لا أعلم ماذا أصنع بحق الجحيم. بس سلمى ضايل 3 ساعات للدوام، كيف بدي ألحق؟ مش مشكلتي، نامي بالشركة ما تنامي، قطعي حالك، المهم البرزنتيشن بدها تكون قدامي بكرة الصبح. طيب أوكي. تيما شكلها زاكي هاي الطبخة تاعت صدر الدجاج، ليه ما تعملي لنا هيك وناكل مع بعض بالشركة؟ عن جد؟ بكره بجيب لكم على الشركة، خلص أكيد وعد. ولا أقول لك بلاش، كل الأكل أصلاً بنصح، بعدين أنت شوفي حالك كيف صايرة، لازم تديري بالك. صراحة إشي بحير، يعني أنا عم بعمل لها عشر ومنسي وعم بدير بالي عليها عشان أضبطها وعم بعمل كل إشي، لا وهي بتردش على الموبايل أو إذا ردت تصير تصرخ كمان. والله الرجاي أنا كمان لما رنسى وجي في الشغل مشكلة. طول اليوم قاعدين بنشتغل وبنطبخ وبرجع مش طايقين حالنا. لا يا ريت يعملونا زي خدامي، ما لها الخدامة، يعملونا زي خدامي. ما فيها الخدامة بتاخذ مصاري بتاخذ راتب. انت لو قلت الحق يا رجايبي، ما هي اللي بتصرف على البيت. انت اصلا شو بتسوي معانا؟ مش شايفنا قاعدة ستات؟ روح شوف شغلك، اقعد ارجل على باب الزفت العمارة يا زلمة، شوف لك شغلة. اقول لك كمان دفعت لي راتبي. هي عم بترن عم بترن. تيما
يا رجائي انا كم مره قلت لك ما تحكي معي بالشغل الا اذا كان موضوع كثير ضروري. يعني انا هلا بسببك رح اضطر اتاخر بالشغل وبدي اسهر كمان. رح تتاخري كمان اليوم، كمان اليوم رح تتاخري. باي باي. حل عني حل عني، اصلا كله بسببك. يا الله. يلا معلش يمكن مشغوله بس اليوم. بس تشوفي العشاء بتنبسط ان شاء الله. مع السلامة. السلامة. طيب مامي نابل نجرب هاي. هاي أكيد البنت بتحبني. ألو هاي كيفك؟ آه شو أخبارك؟ بعرف إنه خالص الدوام. أنا عارفة وحياة الله، بس أنا والله أنا عندي مشكلة. يعني إذا أنا بكرة اليوم ما باخد كونفيرميشن أنا بكرة باي باي من الشغل. باي. مشغولة. أوكي. لانه لازم نسلم البروبوزل بكره الصبح. يا تيمه كمان مو شغل، يعني شو بدنا نسوي احنا كمان؟ كثير هيك شكل اليوم عن جد ما في ترويح اليوم قاعده هون. رجائي. تيمه حبيبتي عم بستناك على عشاء، امتى جاي؟ لا لا ما تستناني، انا اكلت، يلا باي حبيبي. أخيراً جيت يا حبيبتي. تعبانة كثير، أركانة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. جوعانة؟ كثير جوعانة. في أكل. طيب شو رايك ناكل هون على الطاوله هيك، يعني عشاء مختلف شوي؟ لا حبيبي شكرا، احضر التلفزيون. في مواقف صراحه يعني تستحق انه يعني يفكر فيها الانسان بالطرف الاخر. يعني انت بتيجي بتقولها انا من الصبح عم بشتغل وكذا، طب ما هي اشتغلت كمان، ما هي اشتغلت. الاسلوب أهم شيء، الأسلوب. فمش غلط بين فترة وفترة، يعني لو واحد عمل لمرته اللي هي زوجته، يعني برضو زي ما حكينا إنه عشر رومانسي زي هيك واستناها وطولها شموع. وهذا بيرجعنا للدائرة الأساسية، إنه لو كانت هي عم تستناك وأنت كل يوم زي الرحل طالع بتروح وبتيجي تاركها لحالها في الدار، افرض إنها أختك. كيف الأكل عجبك؟ شفتي كيف غيرت ظبطت شوية شغلات هيك؟ يعني عملت جو. يعطيك العافية. أنا أكثر إشي قهرني قال أنا بحكي معها وهي إيش؟ منفطت لي، ما أعطيتني الجهة هاي من 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 حنكها وعملت هيك وراح وعلي الصوت. هاي التكنولوجيا إشي وحيد فيها إنك تمسكش ريموت، لأنها في اللغويص اللي في إيدها كان خربت الحياة. بتخرسيني؟
عن جد انت مش طبيعيه، قاعد جنبك وانت ايش نازله تلغي اكل ولا كانه انا موجود، ولك عبريني شوي عبريني. رجعي كثير تعبانه وكثير صار عندي مشاكل اليوم، بس بدي احضر تلفزيون واروق. زي ما حكت لي اصلا ام عمر بالضبط، حكت لي. مين ام عمر؟ واحدة من الجارات دارت بالها علي اليوم انت مش هون، زبطت لي الامور كلها. كنت عم بزبط انا عشان اعوضك عن هديك اليوم، يعني مش بس لحالك انت بتتعبي وانا كمان بتعب. على فكرة انت صاير مش طبيعي، وقاعد لي صاير مع ستات العمارة ومع الجارات وبدك تصير ست بيت، بدل ما تقوم تدور على شغل وتريحني من الهم اللي انا فيه كل يوم هم هم هم، لا قاعد مع ستات العمارة. اقول لك لا ما بدي ما بدي احضر، مش اكل فايتي انام وبدي الاكل اخذه معي. ها خذي ضل بندورة بلاش تضل هون حزينة. يا يا هي هي وقت، طب خلي لي قطعة من الدجاج، سفينة، جناح، أي إشي أي إشي. تركتي لي بندوراي وروحتي، ما بقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. لا ماما حبيبتي والله ما مالي اشي، بس متنقلة شوي يعني ما في اشي. تيما انا نازل على الجامعة، بدك شيء؟ لا سلامتك. لا ما في اشي بس نازل اصلي. لا حبيبتي لسه ما لقى شغل. السلام عليكم. كيفك يا جاه؟ يزم كيفك؟ جار؟ ها جاركو يزم جاركو، مالك يا جوجو؟ لازم تنبسط. كيفك؟ صباح الخير. يا هلا يا هلا يا هلا بجار، صلي ساعة بستنى واقف استنى فيك، والله خفت تروح الصلاة علينا. يزم أقول لك كلمة يزم، مالك؟ سكنت هون؟ يزم فوقك، يعني لو صار زلزال قاعد في حضنك أنا، وين بدي أروح؟ حلوة حلوة حلوة، حطها بنحفاتك، عملها سكتش. كيفك يا جار؟ كيفك يا جوجو؟ بسم الله الواحد لازم يروح يتوضى بعد المسك اللي مسكها هذا. تلوث تلوث بصري وسمعي. يا جوجو! ولا ضحكت يزم ضحكت. وقعت عقد؟ لا بصلنا، وقعنا ودفعنا 3 سنين. زم احكي لك كلمة يزم، مالك؟ طب وين بدك تصلي؟ واحد نازل يصلي الجامعة عنده يصليها بالدكان. ويزم نقفة الأردن أنت. اسمع في واحد قرابتي يا شيخ بقرا المعوذات وبيسلم بيخلص، بعديها عازمك على كرش، قم بعديها قصر سكر، امشي امشي والله غير اشتغل فيك اليوم، امشي امشي. هاي صارت رقية مش صلاة. ماما دقيقة حبيبتي برجع بحكيكي لأنه في حدا عم بيرن على الجرس شكله رجاء ينسي اشي. يلا باي. رجاء صباح الخير جارة. جارة جبت اغراض حتى يفتوا لرجعي ما يرجع من الصلاة. تحبي بصل صح؟ مبروك صار عندنا جيران جداد. ايش يا جوجو؟ صباح الخير جارة. شو السيستم هلا معلم؟ السيستم انه زي ترجمة الافلام، انسي لقد اكلنا غائط. اعطيني مكبس، عندك مكبس؟ رجع لي وزي الفل.